كابتن بلال كنا نتمنى وجود جماهير، ولكن عدم وجود الجماهير قلل الضغوط النفسيه شويه على لعيبه الترجي، ولا نتيجه مباراه الذهاب ضغوطها اكبر من حضور الجماهير؟ لا الاثنين. هي طبعا عدم وجود جماهير بيخلي الترجي بيلعب في، يعني كانوا بيلعب مباراه محايده، تمام؟ بتختلف طبعا، هي هو ارض النادي الاهلي، ارض اللعيبه متعوده على الملعب بشكل كويس، لكن انت برضو فرقه جايه بتلعب بتلعب النادي الاهلي، فطبيعي جدا يكون عدد كبير جدا من الجمهور موجود، يعني ده بيدي ضغط على فرقه الترجي. خد بالك كلنا لعبنا في اجواء صعبه جدا، سواء اذا كنت في القاهره او بره القاهره، الفرقه اللي تيجي تلعب جوه القاهره بتبقى شبه جايه مغلوبه من كتر الضغط اللي بيعمله الجماهير عليها، واحنا كمان لما بنلعب بره، لعبنا في الجزائر ولعبنا في تونس قبل كده ولعبنا في المغرب، بنشوف قد ايه كميه الضغط اللي موجوده من الجمهور علينا واحنا بنلعب. في فرق ممكن تتحمل الضغط ده، وفي لعيبه تتحمل، وفي لعيبه ما تتحملش، لكن كون النهارده انت بتلعب في مباراه في نصف النهائي ما فيهاش جمهور، اعتقد دي الادفانتج لصالح الفرقه فرقه الترجي مش لصالح لعيبه النادي. لكن برضو زي ما قالوا الكباتن كابتن هاني وكابتن علي اتكلموا في حته ان الترجي جاي مضغوط، هو مغلوب 1-0 نتيجه برضو كبيره، ومغلوب نتيجه واداء، يعني لما تيجي تقارن ما بين الوداد وكايزر تشيفز وما بين الاهلي والترجي هتلاقي الامور مختلفه تماما. مزبوط. الوداد كان مسيطر بشكل كبير، صحيح، طول ال 90 دقيقه هو الاقرب للفوز، اضاع اكثر من فرصه محققه، ولكن استطاع او استغل كايزر تشيفز هجمه قدر يسجل منها هدف وانتهت المباراه لصالح كايزر تشيفز. العكس مع النادي الاهلي، الاهلي كان مستحوذ، كان الافضل طول المباراه، عمل شوط جيد جدا 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 جدا، هو الاكثر فرص صناعه الفرص، كان ممكن يسجل يعني هدفين، كان ممكن نخرج بنتيجه 2-0 على الاقل، في واحده لطاهر محمد طاهر اللي اتلعبت عكسيه كان ممكن يسجلها، صحيح. فرصه سهله جدا جدا جدا. فعشان كده بقول لك الترجي جاي مضغوط، هو ما عندوش حته ان هو يلعب يعني يبقى عنده بالانس في في في, في النهارده في المباراه، يبقى عنده توازن، يلعب بناحيه هجوميه، يعني يدافع كويس ويهاجم كويس، مش عارف يعمل الحته دي النهارده كويس. هو عايز يهاجم من بدايه اللقاء، بس في عايز حاجة يسيطر عليه، بس في حاجه، هو لو دخل فيه هدف مبكر صعبت تماما عليه، اكيد اكيد طبعا. وهو اكيد عامل حسابه في الحته دي، ممكن بص خد بالك يا كابتن ايمن، البدايه هنا هتفرق كتير قوي. مزبوط. بدايتك وبدايته، هو هيبتدي ازاي وانت هتبتدي ازاي، صحيح. مين فينا مين في الفرقتين هياخد البدايه؟ لو الاهلي خد البدايه هتتصعب الامور كتير جدا على الترجي، لو الترجي خد البدايه اعتقد الامور هتتسهل عليه. صحيح. فانا بشوف ان الماتش صعوبته طبعا في النتيجه اللي الاهلي يعني سجلها هناك في الترجي التونسي. صحيح.